يعني هو الهاكر هيسيب كل الرؤساء والوزراء ورجال الأعمال المهمين في العالم عشان يجي يخترق الإيميل بتاعي؟ السلام عليكم. هو ايه اللي يخلينا نقول على باسورد ضعيفة وباسورد تانية قوية؟ خلينا نقول ان انا جيت في مرة وقلت لك انه الايميل بتاعي الباسورد بتاعته عبارة عن خانة واحدة بس، ولنفترض ان انت عايز تخترق الايميل بتاعي ده لاي سبب من الاسباب، تعمل ايه؟ فكر معايا كده. طبعا الاجابة بكل بساطة زي ما جه في بالك، ان انت هتفتح صفحة الايميل وتدخل الايميل بتاعي وتجرب كل الحروف وكل الارقام المتاحة، تجرب مرة بصفر ومرة بواحد ومرة باثنين ومرة بثلاثة وهكذا ومرة بـ A B C D، تجرب كل الحروف وكل الارقام لحد ما تظبط معاك وتدخل على الايميل. والحقيقة ده تفكير علمي ومنطقي، ودي طريقة معروفة وموثقة وعلمية، وهي طريقة البروت فورس اتاك او تراي اند ايرور اتاك او التجربة والخطأ، ان انا اجرب كل الحاجات المتاحة لحد ما يصدف معايا وتيجي الحاجة المظبوطة. ايوه، بس هو الموضوع مش بالسهولة دي. هو الباسورد مش خانة واحدة بس، ده في معظم المواقع لما تيجي تعمل باسورد بيقول لك لازم تدخل لي 6 خانات. يعني انت لو بتعمل باسورد واخترت له خانة واحدة بس، يقول لك لا ما ينفعش، لازم تدخل على الاقل 6 خانات في معظم المواقع. فلو احنا افترضنا ان احنا نمشي بنفس الطريقة دي في حالة وجود 6 خانات باسورد، فانا محتاج ان انا اجرب كل الاحتمالات، احط مثلا 5 اصفار جنب بعض وبعدين جنبهم 1 2 3 4، اثبت 5 حانات والعب في الخانه السادسه، وبعدين اغير 5 خانات دول 4 اصفار 1 والعب في الخانه السادسه، 4 اصفار 2 والعب في الخانه السادسه، وهكذا وهكذا وهكذا. وبالتالي لو احنا اخذنا كل الاحتمالات وحطينا في الحسبان ان الباسورد ممكن يكون فيها حروف وارقام وكابيتال وسمول ورموز، فانا بتكلم في 700 مليار باسورد. فانا بتكلم في 700 مليار احتماليه للباسورد دي. الست خانات دول ممكن يتحط فيهم 700 مليار باسورد مختلفه، لازم اجربهم كلهم لحد ما اوصل للباسورد بتاع 6 خانات بس. ال 700 مليار باسورد دول لو حبيت تجربهم واحده واحده بايدك كده، ممكن تقعد عمرك كله في باسورد واحده وما تجيبهاش. طب ايه الحل؟ فكر معايا كده، انت كهاكر تحل الموضوع ده ازاي؟ فالحل السهل طبعا والمنطقي ان انا مش شرط ادخل الباسورد دي بايدي، انا هعمل برنامج. برنامج عباره عن 5 6 سطور بالكثير، سطر بقول له افتح صفحه الايميل، والسطر التاني بقول له حط الايميل بتاع اسامه، والسطر التالت بقول له جرب الباسوردات دي، عيش في الباسوردات في 700 مليار باسورد دول وجربهم لحد ما توصل لباسورد كويسه وقول. بس ثواني، هو البرنامج ده هياخد وقت قد ايه عشان يتنفذ؟ لو احنا افترضنا كده ان كل باسورد انت هتجربها هتاخد من البرنامج ثانيه على ما الصفحه تتحمل وكده، فاحنا بنتكلم في متوسط 22 سنه عشان يجرب كل الباسوردات المتاحه. وليه؟ لو افترضنا ان الكمبيوتر اللي مشغل برنامج الاختراق دوت ما هنكش ولا الكهرباء عنه فصلت ولا اي حاجه، فاكيد الاكونت ده اتقفل خلال 22 سنه دول. يبقى ايه الحل؟ فكر معايا. في حد من الناس دلوقتي ساعه لما انا قلت ان الباسورد بتاعتي خانه واحده بس جه في باله ان طالما ده اسمه اسامه ممكن اجرب في الاول حرف الاو يستظبط. ودي فكره برضو من الافكار اللي ممكن تحل الموقف اللي احنا فيه ده، انه ما تخليش البرنامج يخش بغشوميه كده على الباسوردات المتاحه قدامك، خليه يجرب الباسوردات اللي احتماليتها اكبر. فمثلا هتلاقي ناس كتير قوي بتعمل باسورد من 1 ل 6 او من 6 ل 1، وفي الحقيقه في لسه بتطلع كل سنه بتتكلم عن الباسوردات الاكثر استخداما. دايما بيتصدر القائمه دي 1 ل 6 او 6 ل 1، بيتصدرها كمان كلمه باسورد، كلمه اي لاف يو، كلمه لوجن، كلمه ادمن، كلمه اي بي سي دي اي اف، كلمه اي بي سي 1 2 3، او مثلا سطور الكيبورد. انت لو بصيت على الكيبورد هتلاقي عندك 3 سطور، السطر الاولاني يو دبليو اي ار تي واي وهكذا من اليمين او من الشمال، السطر الثاني اي اس دي من اليمين او من الشمال، السطر الثالث زد اكس سي من اليمين او من الشمال. جرب السطور دي، في ناس كتير بتعملها. جرب حاجات متعلقه بالشخص نفسه، جرب مثلا تاريخ ميلاده، تاريخ جوازه، تاريخ ميلاد ابنه. جرب لو هو الايميل بتاعه اسامه، دخل باسورد اسامه، دخل باسورد اسامه 1 2 3، جرب رقم موبايله وهكذا، الحاجات المتعلقه بيه. وفي كلمات سر موسميه حسب المواسم. في امريكا مثلا ستار وور كلمه سر مشهوره، الناس اللي بتحب جيم اوف ثرونز مثلا كلمه دراجونز مشهوره عندهم كباسورد، وبالتالي البرنامج مش هيخش يجرب اي حاجه خلاص. هو في الاول هيحط له لسته كده بالكلمات السر الشهيره اللي ممكن يجربها في الاول جايز تصدف معاه، وبالتالي يبقى احنا اختصرنا 3 ارباع المسافه وجربنا لنا 100 باسورد كده جبنا الاكونت. طب افتراض ان الشخص دوت مريح نفسه ومختار باسورد شهير. في افتراض تاني بيقول لك ان في نسبه كبيره قوي من الناس بتحط الباسورد بتاعتها ارقام بس، تخش تلاقي الشخص دخل على لوحه المفاتيح من اليمين كده اللي هي الحاسبه دي، تك 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 تك، خلص الباسورد بتاعته ونشوف النموذج ده كتير. وبالتالي بدل ما تجرب 700 مليار باسورد اللي هما بيتكونوا من الحروف والارقام وكابيتال وسمول والرموز، لا انت جرب الاول ارقام فقط اللي هما يدوك مليون احتمال في 6 خانات. مليون احتمال دول بحسبه بسيطه لو احنا اعتبرنا برضو ان هي ثانيه لكل باسورد، فهي تاخد من البرنامج حسبه 12 13 يوم كده عشان يجرب كل الاحتمالات دي، وممكن تبقى محظوظ ويصادف ان الباسورد تيجي معاك في اول يوم، في ثاني يوم، في 7 يوم، 8 يوم، وما تستناش 12 يوم كلهم، وبالتالي الباسورد تكون معاك. عشان كده دايما بينصحوا ان الباسورد ما تكونش من الكلمات المشهوره وما تكونش كلها ارقام فقط، يكون فيها حروف وارقام ورموز وكابيتال وسمول، بالاضافه طبعا ان احنا نكبر طول الباسورد. لو احنا كبرنا الباسورد من 6 خانات ل 10 خانات بس، فاحنا بنكبر الاحتمالات من 700 مليار ل 53 مليار مليار، رقم مهول ما ينفعش تجرب. ويبقى انت
يا عم ايه الهري ده كله؟ يعني هو الهاكر هيسيب كل الشخصيات المهمة في العالم والرؤساء والوزراء ورجال الأعمال والناس اللي معاها فلوس عشان خاطر يجي الأرمط الغلبان دوت ويهكر الإيميل بتاعه؟ هو انا يعني الايميل بتاعي ده عليه سر الذره، ولا هو عليه ابحاث فضاء ولا اسرار عسكريه؟ المعلومات اللي على الايميل دي ما تفيدش اي حد، مش مستاهله وجع القلب ده كله. هي يعني المعلومات اللي محميه بالباسورد دي ممكن ما تكونش مهمه بالنسبه للهاكر، بس هي مهمه ليك انت. من فتره حد من الزملاء اللي شغالين معانا في الجامعه بقاله سنتين شغال في الدكتوراه، وفجاه دخل على الكمبيوتر عايز يكمل شغل، بيبص لقى الكمبيوتر بتاعه اتهكر والداتا اللي عليه كلها اتشفرت، شغل سنتين راح في ثانيه. طب ليه؟ هو الهاكر استقصده ليه؟ هو اي نعم احنا دكاتره الجامعه وبنعمل ابحاث علميه، بس احنا يعني ما بنخترعش الذره، ولا احنا يعني متعاقدين مع وزاره الدفاع في ابحاث سريه عسكريه. ايه اللي يخلي هاكر يستقصد جامعه في دوله فقيره زي دولتنا عشان خاطر يخترقها؟ هو في الحقيقه ما استقصدهاش، هو جه قال لك انا مش خسران حاجه، ده برنامج شغال ومش معطلني في حاجه، ايه المانع ان انا اجيب لي كام جهاز واشغل لي عليهم مليون برنامج من البرامج دي وارميهم كده في الانترنت دول مختلفه من العالم؟ جاي يصادف معايا واحد زي صاحبنا دوت الداتا بتاعته مهمه عنده، فاقول له لا انا عشان ارجع لك الداتا بتاعت السنتين دكتوراه اللي فاتوا دول ادفع لي 1000 دولار او 2000 دولار. يبقى هو دلوقتي بيختار ما بين انه يعيد شغل بتاع سنتين ويتعطل سنتين كمان، ولا يشتري شغل دوت ب 2000 دولار. وطبعا صاحبنا دوت ما دفعش حاجه، بس عارف من الهاكر وكلامه معاه انه في ناس في مصر هنا دفعت الافات الدولارات عشان خاطر ترجع شغله، فلما ياخد له من كل دوله 2000 3 دولار تبقى جبر. وكده البيانات والملفات اللي عندك لو هي مش مهمه للعالم او للهاكر او هي مش اسرار عظيمه، فهي مهمه ليك انت. ممكن تدفع فيها فلوس عشان توفر مجهود هتضطر تعيده، او تدفع فيها فلوس عشان فيها صور شخصيه ليك ممكن يتم استغلال سيء عن الانترنت. فاضل بس ان احنا نقول ان الموضوع مش مرعب قوي كده يعني، وانه اكيد زي ما في هاكر بيفكروا ازاي يخترقوا الحساب، في ناس شغلتها كلها ازاي تامن حساباتك وتحافظ على بياناتك. الشركات الكبيره والمواقع المشهوره بيكون فيها طرق حمايه اللي ممكن تكون قابلت ناس كتيره مننا، منها مثلا ان انت لما تدخل باسورد غلط 5 مرات ورا بعض يقول لك لا انت مش تقدر تخش على الايميل بتاعك لمده ساعه ساعتين، بحيث ان انت لو في برنامج بيجرب باسوردات يتعطل شويه. منها مثلا انه لما تدخل باسورد غلط 5 6 مرات ورا بعض يقوم مطلع الكابشن او اللي هي الصوره اللي فيها حروف وارقام دي، يقول لك دخل الحروف والارقام اللي موجوده فيها، بحيث انه يضمن انه هيبقى في انسان بشري بيدخل الارقام دي مش برنامج، او اللي هي اي ام نوت روبوت او انا لست انسان الي اللي بيطلع لك شويه صور وتقول لك اختار لي منهم الصور في عربيات او اللي فيها حيوانات او اللي فيها قطط، عشان تتاكد انه الشخص اللي بيعمل ساين ان دوت او اللي بيدخل الباسورد ده شخص مش برنامج بيجرب باسوردات عشوائي. الاساليب دي وغيرها ممكن تكون بتعطل العمليه شويه، بتعطل البرنامج شويه، بتخلي البرنامج يبقى فيه عامل بشري موجود، بس هي ما بتمنعش. يعني انت لو الباسورد بتاعتك من الباسوردات الشهيره اللي احنا ممكن نتوقعها بسهوله، فبالتالي هي مش هتاخد مني 3 4 ايام شغل حتى مع التاخير اللي حصل. فالخلاصه ان انت لازم الباسورد بتاعتك لا تبقى من الكلمات المشهوره لسهله الطاقه، ولا تبقى من البيانات المعروفه عنك زي رقم تليفونك او رقم بطاقتك او تاريخ ميلادك او كل الارقام دي، ولا تبقى ارقام بس يبقى فيها ارقام وحروف ورموز وكابيتال وسمول وغيره، وان هي تبقى طويله 10 حروف ولا حاجه. بيفضل دايما الواحد واقع ما بين ان هو يختار باسورد سهل يفتكرها ويكتبها، ولا باسورد صعب اخترقها، او ان احنا بكل سهوله نتخلص من الباسوردات دي وما عدناش نستعملها ونستخدم بصمه الصباع وبصمه الوش وبصمه العين اللي بقت موجوده دلوقتي في موبايلات كتير، واللي يمكن نتكلم عنها في فيديو من الفيديوهات اللي جايه. وبكده يكون الفيديو ده خلص، ولحد ما نتقابل في فيديو تاني ان شاء الله ممكن تتفرج على الفيديوهات اللي فاتت على الشانل وتعمل لنا سبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات الجديده، او لو عندك سؤال او فكره ممكن تبعتها لنا على اكونت الاسكلي في نهايه. شكرا وسلام عليكم.